دونك تعرفنا على هناليا صاحبة الشعر الأزرق في ستار لايت. حتى ساليت الغناء ووقفت عاد شفت شكون اختارني وشحال دوس وشحال كليكة وعلى حسيتي براسك خديتي حقك أو لا حسيتي براسك كنتي مظلومة في ستار لايت؟ باش ناخذ البرنامج كان نجيب المرتبة الأولية والله ما كان الهدف ديالي. تحية فنية إبداعية لكل مشاهدي ومستمعي ومتتبعي باقة لوديجي ميديا، سعيدة بلقائكم مرة أخرى بين أحضان برنامج رونديفو ديزارتيست. ولأن البرنامج يولي عناية خاصة بالفنانين الشباب، فموعد اليوم يستضيف صاحبة حنجرة ذهبية تألقت في عدة محافل وطنية ودولية، هي الفائزة بلقب أروع الأصوات بدبي وبلقب أحسن أداء في مسابقة من تنظيم وزارة الثقافة والشباب، وخطفت الأضواء في برنامج ستارلايت. صوتها يملك مساحات متميزة لأداء جل أنماط الغنائية، لكنها حلقت في سماء الأغنية الغربية لتبهر الأسماع وتخلق الاستثناء. ضيفة برنامج رونديفو ديز أرتيست الفنانة المتألقة هناليا. هناليا عندنا، يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا بك. يخليك ويبارك فيك. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. انت؟ الحمد لله. جيتي من طنجه وتحيه كبيره للناس ديال طنجه كاملين. كي خليتي طنجه؟ غزاله. ها غزاله. غزاله بمواليها. تبارك الله عليك ومرحبا بك معنا مره اخرى في برنامج رونديفو ديز أرتيست. الله يبارك. ان شاء الله غادي ندوز واحد الحلقه اللي غادي تعرف الجمهور والناس كاع اللي كيشوفونا من هناليا اكثر واكثر. واخا هناليا الجميله والرائعه بصوتها وبالاداء المتميز ديالها، بديتي المسيره الاحترافيه ديالك في 2017 وبدات المسيره ديال التالق وحصد وجمع الشواهد والجوائز داخل وخارج ارض الوطن. قبل ما ندخلوا يعني للتفاصيل، بغينا نعرفوا علاش هناليا يعني اختارت ستيل الغربي عوض يعني في الاحتراف ديالها عوض يعني دي ستيل اخرين، مع العلم انك كتادي جميع الانماط الغنائيه. اول حاجه بعدا شكرا على هادشي اللي قلتيه كامل، ربي يخليك. من ناحية الستيل الغربي حيتاش بديت بها في الأول، وأكثر حاجة زعما مقنعة نقدر نقنع بها راسي ونقنعك بها هي أنني كنرتاح. أي حاجة زعما كنرتاح فيها كتكون هي أقرب لك تعملة على حاجات أخرين. دونك الستيل الغربي كترتاحي فيه أكثر؟ كنرتاح فيه، ولكن زعما من ناحية الاحترافية كنفضل نغنيها غير في شخصاني، إذا كانت شي حاجة هكذا شي إيفينمون شي خدمة شي حاجة ولا شي مسابقة هكذا غنائية. ولكن ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل زعما الا بغيت نعمل انا شي حاجه ديالي، ولكن نفضل العربيه. مزيان بالدارجه. بالدارجه. والستيل يكون غربي شيئا ما. تقريبا تقريبا. هيدا وهيدا هيدا وهيدا صافي هيدا وهيدا مزيانه. واخا هنا في 2019 كتحصلي على جائزه احسن صوت واحسن اداء في مسابقه اولاد الحومه اللي كانت نظمتها وزاره الشباب والثقافه والتواصل انذاك بمدينه طنجه على ما اظن. اذا كيفاش جات الفكره ديال المشاركه ديالك في هذه المسابقه وكيفاش كان الاحساس ديالك بالفوز باللقب؟ كلشي على غفله، ديما كلشي على كنا جالسين. اييه كنا جالسين. شفت ما عرفتش واقيلا كون شفتها اونلاين ولا شي اما شفتها اونلاين، صحابي كانوا بقاو كيسردوا لي واقيلا لي بوبليكاسيون ديالهم وداكشي وصافي. وجرب زعما غير بغيت زعما كمشاركه مع ولاش ديما اي حاجه اي مسابقه شاركت فيها في المسيره ديالي ما كنتش زعما عاولا باغا نمشي نربح ولا شي حاجه، باغا نمشي كتجربه. وصافي مشيت جربت من الكاستينغ الاولاني الكاستينغ الثاني بقينا هكا. كانوا دو كاستينغ داروا شي ثلاثه وقيله تخوا كاستينغ شي ثلاثه لا لي كاستينغ ومع لي زيتاب ديال المسابقه. وبقينا صافي بقينا بقاو تصفيات حتى جا الفينال وتختاريتي. وشنو المشاركه باش شاركتي بالستيل الغربي ولا بجوج؟ عملت ميكست. لي دو هما واش لي جوري اللي طلبوهم منكم ولا ما كيطلبوا منك حتى شي حاجه؟ الاختيار كيبقى ديالك. و انتينا كتملي بغيتي زعما ما كيقولكش لا غتغني هذه بزز منك ولا غادي تحيد هاد لاغام هادي ولا كتوجد كلشي لراسك كتملك كلشي لراسك كتجي غير تقدم لهم. دونك في الفينال قدمتي جوج اغاني؟ ماشي جوج اغاني، قدمت اغنيه واحده غير هي ميكسي مع اخرى. شنو الاغنيه اللي قدمتي؟ والدار الجزائريه. اش من اغنيه بالضبط الا بقى عاقله؟ مشات بلاتي بلاتي بتونس بك. اه بتونس بك ميكسيتها مع ويداو يو ديال ماريا كاري.
très bien. Donc هذا اختيار ذكي، يعني لي جوري بينت لهم هنا ليا انا كنتقن كل ما هو عربي وكل ما هو غربي. غربي très bien. وحصلتي على دونك تفاجئتي بالفوز ديالك؟ اه كانوا اصوات، كانوا اللي مشاركين كانوا اصوات كبيره، كانوا ما شاء الله عليهم. كانوا هي كانت صراحه مسابقه ماشي غير ديال الغنم، كانت مسابقه ديال المواهب، وكانوا عاملين فيها الاصناف، يعني اغنيه تمثيل على ما اظن نو كانوا عاملين المسرح، المسرح مسرح المسرح والواحد السيف اخر كان ديال عيال صغار كيغنيو دي جروب. يعني انا ربحت في الغناء، في الغناء كاين عاوتاني اخرين عاودوا الجائزه الاوليه في المسرح. الجائزه الاوليه كانوا بزاف ديال مزيان. سي تري بيان تري بيان. واخا دائما غنبقاو في الجميع ديال الجوائز والالقاب اللي داتهم ما شاء الله عليها هنا ليا، سواء داخل او خارج ارض الوطن. دابا غنمشيو خارج ارض الوطن في 2021 وبالضبط بالامارات العربيه المتحده، كتحصلي على لقب لاكي فويس بدبي. اذا سلطي لنا الضوء ديالك على هذه المشاركه. تا هي على غفله ولا؟ والله تا على غفله، على غفله وفقريت حساب. دونك هنا ليا على غفله هذه. انا الوغ كيف جات المشاركه وانك بغيتي تمشي تشاركي والفوز ديالك اللي ما كنتيش ضامنة انك تفوزي نهائيا؟ هذه اكثر من الاخرى، لان الاخرى كان ما كانش الاعلان على الناس اللي فازوا في نيشان. كنا مشينا فحنا غنينا ومشينا بحالنا، عاد كيعيطوا في التليفون كيقولوا شكون ربح. هذيك ديال ولاد الحومه ماشي ديال لاكي فويس، لان هذه كيتعلن عليها شخصين ديك الساعه، ولكن ديال ولاد الحومه تغنينا وسالينا وشي حاجه. مشيتي لداركم راه كيربحتي صافي، اجي راه كيربحتي. دازت شي 3 ايام 4 ايام عاد كيعيطوا يقولوا شكون اللي ربح. دونك حتى تيجلسوا لي جوري بعضياتهم، مي فلاكي فويس لاكي فويس لا ديك الساعه، ديك الساعه هذيك حتى لو كان توا كاستينغ فيها. كنا المسابقه بقات شهر. واو. وعملنا 3 ديال السيمانات، السيمانه الاولى كل سيمانه كيكون فيها برايم. وسيمانه الاولى تصفيات في اول مره باش بحال كاستينغ. جو بونس كارد فينال دومي فينال فينال. نيشان ماشي ما دابا مشكله كيتخربقوا لي المسابقات باش نعم. هذه دابا ديال هذه ما فيهاش كاستينغ، زعما كيختاروا شكون غيدوز مباشره. نيشان برايم، برايم كيشارك فيه، كيشاركوا فيه ديجا الليستا عندهم كتجي من قبل كتشارك. فاش كتبدا نيشان، يعني ماشي كيخسروا كيقول لك انت اللي غتبدا معنا في المسابقه ولا مباشره. وكانوا يعني الجنسيات مختلفه، كانوا مغاربه ولا غير؟ صراحه ما كنظنش واش كانوا مغاربه. انت الوحيده اللي مغربيه. جنسيات اخرين كانوا يعني بحال نقول لك كانت المنافسه طالعه بزاف، لان كلشي كيغني غربي. دونك كلشي غنى غربي، كلشي غربي. وحتى اللجنه كانت لجنه ديال التحكيم ماشي معروفه، كان فيها المناجر ديال ويلي ويليامز. داك في هذيك صراحه اللي عرفته انا باللي هو راه. وقدرتي انك في هذيك الاجواء تحصلي على اللقب، دونك ماشي على غفله. هذه ماشي شي حاجه اللي سهله. واخا دونك هنا على ما أنظن أن الفوز ديالك باللقب كان كيتزامن في التواجد ديالك بالإمارات العربية المتحدة. كان عندك على ما أظن شي عقد عمل تما. كنظن أن هنا ليا بأن ملي كيمشي الواحد يعني لواحد البلد آخر وكيختار وكيديروا معاه واحد الكونترا، ما كتجيش غير هكا، يعني هنا كيقلبوا على جودة الأصوات. اكزاكتو. دونك هنايا جودة الصوت ديال هنا ليا هو اللي خلاها أنها تحصل على عقد عمل أكثر احترافية. بوسيبل. واستغلتي ديك التواجد ديالك ودرتي كذلك المسابقه. دونك هنايا على ما اظن بان مني فزتي باللقب وانتيا يعني كتشتغلي راه مفخره، لان الناس اللي انت خدامه معاهم كيقولوا فوالا هي فزت باللقب، ها هي هادي اللي معانا. دونك راه سيت ان بلس. طبعا طبعا اي حاجه في اي حاجه عملتيها في حياتك زايده، واخا صغيره واخا كبيره واخا شنو ما كان، زايده هي اضافه، هي اكسبيريونس. واخا حاجه خايبه كتوقع لك في حياتك راها اضافه، يكون منها واحد الـ واحد الـ واحد الـ واحد الحاجه كتعلمها في حياتك. نعم. يا خايبه يا مزيانه. نعم نعم. دونك هنا غادي نمشيو دائما في الجميع ديال الجوائز وفي المشاركات وفي المغامرات. مغامره اخرى كتخوضها هنا ليا في 2022، واش ما عرفتي واش على غفله ولا جات مخطط في ستارلايت. لان هنا غادي نمشيو في 2022 الجمهور المغربي الواسع كيتعرف على هنا ليا من خلال برنامج ستارلايت.
كيتعرف على صوت اللي كيؤدي النمط الغربي بواحد شكل رائع ومتميز. تألقتي وكسبتي قلوب المغاربة ولجنة التحكيم اللي عطاوك الأضواء ديالهم كاملين. وأنا كنت من الناس اللي تتبعوا يعني الباركور ديالك ولا الباساج ديالك دائما في البرنامج. هنا ليا الصوت ربح عدة جوائز خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن، ولكن رغم ذلك مشيتي وشاركتي في البرنامج. دونك هنا اللي بغيت نعرف شنو هو السبب المشاركة، واش البحث على شهرة أكثر ويتعرف عليك الجمهور أكثر، وكذلك قولينا كيف جات المشاركة، واش هي على غفلة ولا كان مخطط؟ على غفلة، ماشي على غفلة، كنقول لك كلشي هنا لي على غفلة. وانا نسمع لك هنا لي على غفلة، هذا هو التيتر ديال الحلقة. صافي أحسن حاجة، كلشي على غفلة. دونك كيف جات المشاركة ديالك في البرنامج وعلاش بغيتي تشاركي في البرنامج رغم أنك ديجا راكي مشاركة في برامج أخرى وحصلتي على اللقب؟ المشاركة على غفلة. أيه. كنا جالسين حتى هي ودازت البوبليكاسيون في القناة ديال دوزان. وي. واللي بغى زعما كيقول اللي بغى يشارك هنيميرو كتصيفط الفيديو ديالك. المهم كأي مشاركة في شي برنامج كيدوز في التلفزيون. صافي سرت ونسيت. صرت كنت عملت حتى وقيلا كنت عملت أغنية عربية أغنية إنجليزية باش باش يشوفوا فينا يقدروا يوظفوك. وصيفت ونسيت عملت لي زانفورماسيون ديالي لي مايل نيميرو تليفون كلشي وكانوا صرتو لي جاوبوني في لي مايل وسيليكسيونيت ما بين وي لا تبارك الله راه بقيتي حتى الكارد فينال. وي ما شاء الله الناس بزاف شاركوا و خصكم نقزلت ما اختاروني اختاروني لا واحد فرحه كبيره. واخا غير تختاريتي باقا ما عملت حتى شي حاجه كتجي واحد لان راه في المغرب راه كاين تبارك الله راه كنشوف راه الاصوات ما شاء الله عليهم بزاف ديال الناس موهوبين في جميع المجالات وكتختار ما بينها يعني انا راه كاستينغ طبعا ما غيختاروش كل شيء وهذا غير لي فيديو يعني باقي مازال ما بيننا ما حتى شي حاجه. نعم صافي سيليكسيونيت من وراه كيدوزو معاك الواتساب وداكشي باش كتسرد لهم لي فيديو ديالك عاوتاني اخرين وداكشي صافي حتى كيعيطوا لك تجينا كاستينغ. هنا نسولك انا واش الفرحه ديال المشاركه ديالك في لاكي فويس بالمشاركه في ستارلايت شكون اللي كانت اكثر فرحانه بزاف؟ ستارلايت لان في بلادي في بلادك. انا لاحظتها دابا بالطريقه باش جاوبتيني بان كانت عندك الفرحه اكثر بانك ورغم انك بقيتي حتى الكارد فينال وهذاك فزتي مي كانت الفرحه اكبر وهي اضافه كبيره طبعاً. للمسار ديالك وحنا ملي كنا متبعينك من غيري انا الناس شنو المتسابقه ولا المتبرين عندها الشعر الزرق لان كان اللوك ديالك راكي مازال محافظه عليه واحد الشيء. لا لا مازال نعاودو ما تخافش. لا فريمون واحد اللوك اللي كان جينيال زوين بزاف الشعير الزرق ترشمتي بها يعني الحضور ديالك سيغ سان كان جميل جدا وقدرتي انك تكسبي قلوب كيف قلت المغاربه كاملين ولجنه التحكيم اللي عطاتك الاضواء شي حاجه اللي هي جميله بزاف احساس جميل جدا. قبل ما يشعلوا الاضواء كنتي متخوفه؟ لا نقول لك واحد الحاجه شتي شعلوا الاضواء وسالوا وانا ما شفت والو. اش ما شفتيش؟ كنت كنغني ما شفت والو ما شفت لا شكون شعل الضوء ولا شكون طفى ولكن حسيت بالاضواء شعلوا. لا ما انا شوف حتى ساليت الغناء ووقفت عاد شفت شكون اختارني وشحال دوس وشحال كليكاو على هذيك البوطون ديال الاختيار داكشي ما فاش كنت كنغني ما كنتش كاينه كاع مرفوعه. شوف فحال شي دبابه والله ما كان كيبان لي حتى شي حاجه ما كنت كنشوف حتى واحد وحتى شي حاجه. تفاجئتي بالاضواء حتى ساليت عادك شفت قلت بعدا لا انا بعدا ملي كنت كنشوف كنت منتظره الاضواء غتشعل لان شوف من الدقه الاولى تيبان المعنى اون فوا بديتي سمعنا هذا صوت كيستحق ان الاضواء تشعل عليه. وي فريمون دونك نبقاو دائما في ستارلايت شنو هما التوجيهات اللي كانوا كيعطيوها لك لي كوتش تما؟ حنايا كانت معنا كوتش ديا هي كانت زعما شاده الصنف الغربي و التوجيهات كانت كتشوف معنا لي نوت لي غام شنو لي غام اللي غايجيو معاك شنو لي غام اللي غايجيوش معاك. واول مره كنا تلاقينا بديا كانت كتختار معنا شنو الموسيقى غناديو. دونك هما اللي كيختار هما اللي كيختاروا صراحه ماشي ديما هما اللي كيختاروا ولكن كيشوفوا الحاجه اللي غادي تناسب البرنامج وغتناسبك انتينا وغتناسب صوتك على الحساب على الصوت ديالك. واخا غادي نسولك واحد السؤال ما بغيتيش تجاوبي ما تجاوبيش عليه. انا ليا واش كتشوفي راسك حسيتي براسك خديتي حقك او لا حسيتي براسك كنتي مظلومه في ستارلايت؟ كنضحك. اه اه اه
يلا واش باش نقول لك شنو الاصدقاء ديالك كانوا كيتصلوا باش كيقول لك اش غنقول لك؟ شوفوا الصراحه في لي باج اوفيسيال ديال الشو والباج اوفيسيال ديال دوزيام وداكشي ابار صحابي انا الناس الاراء ديالهم كانوا كيقولوا انا تظلمت زعما وانتيا شنو كنتي كتحسي براسك؟ علاش من كان مهم بالنسبه لك؟ انا نقدر نقول لك واحد الحاجه، نقدر نقول لك باللي حسيت براسي مازال ما بغيتش مازال ما عطيت حتى شي حاجه اللي عندي نورمالمون، واخا هكذاك حسيت براسي كان كخصني نبقى نورمالمون، كان كخصني نبقى ولكن استفدتي اكثر الشهاده ديال الناس، الشهاده ديالي اما انا وابغ زعما انت انا كنشوف الناس في البرنامج اخرين متسابقين بقاو فيا اكثر من راسي انا فاش خرجت، لان كنت كنشوف شي واحدين كانوا كيستحقوا يدوزوا للفينال ما دازوش للفينال، وهذا يعني قانون اللعبه، وهذا قانون اللعبه كيبقى كل واحد والذوق ديالو، كل واحد والاذن الموسيقيه ديالو، كل واحد الاختيار، ولكن ربحتي واحد الحاجه هنا اللي عرفتي ربحتي بزاف الحاجات. انا تعرفت على هنا اليوم من خلال البرنامج، دونك رغم انك دزتي في برامج اخرى مي تعرفت انا على هنا اليوم. انا ملي كنقول انا يعني راه المغاربه صفة عامة، دونك تعرفنا على هنالية صاحبة الشعر الأزرق في ستارلايت ميرميد. دونك هادو هاد البرامج المسابقات واخا الإنسان ما كيربحش ولا ما كيربح، واحد الحاجة مهمة طبعاً. جدا أنه الشهرة أصلا الهدف ديالي صراحة ما كانش الربح. نعم صراحة نعم. باش ناخد البرنامج كان نجيب المرتبة الأولى والله ما كان الهدف ديالي داكو. كان الهدف ديالي كتجربة، وعلى السؤال اللي سولتيني على حسب واش كان شهرة زعما الهدف ديالي واش شهرة ولا باش المغاربة نكون معروفة في بلادي يعرفوني المغاربة، وباش مع المستقبل ان شاء الله والموسيقى اللي غتكون اوريجينال ديالي نوصل بها بزاف ديال لي ميساج اللي حنايا ما كنقدروش مثلا ندوزهم من شي جهات اخرين، نوصلوا عن طريق الموسيقى والمغاربة يكونوا ديجا كيعرفوني من قبل. وي كتفرشي ايوا كتوجدي كديري الساس بيان سور، اي حاجه على الدار الا بنينا البنيوه كنخلطوا البنيوه راه كيدار الساس، دونك من خلال هاد البرامج وهاد المشاركه ديالك راه بحال كتوجدي الساس ديالك، لان الا ما كانش الساس صحيح راه الدار كتريب. دونك الا ما بناتش هناليا المسار الفني ديالها على الصح راه ما يمكنلاش تكمل، دونك بني الساس يكون متين، لو بيتون ارمي يكون صحيح بزاف باش تقدري توقفي عليه وتمشي للقدام، وتبارك الله راكي غاده بواحد الخطه جميله جدا ما كتسرعيش، وهذا جميل فيك. واخا هنا ليا من خلال الدردشه اللي كنا قبل كنا كنوجدوا الحلقه طبيعه الحال كيكون بيني وبين لانفيتي ديما اتصالات كنسول على مجموعه ديال الحوايج باش نقدر نوجد الحلقه. من خلال الدردشه اللي كنا كنديروا قلتي لي بانك ملي كنتي صغيره وانت كتغني اغاني يعني بالانجلي واخا ما عرفهاش وكتقات لي وكتحفظيها باش يعني باش كتغنى، شنو الاغنيه اللي كانت كتعجبك بزاف وحافظها واخا ما فهمهاش وما عارفهاش؟ كنعقل على سامون لايك يو. سامون لايك يو كنت كنسمعها وكانت كتجيني ايموشنال وكانت كتعجبني بزاف ديك الاحساس شي سبحان الله العظيم، واخا المعنى ما كنتش كنفهم شحال هذه، حيت كنت مازال صغيره كتكتبيها وصافي باش تحفظيها، راه كان كلشي كان كيديروا صحابك راه كلشي كنا كنديروا بحال هادشي، كتعجبك اغنيه كتكتبها كنقول ياك وكنت كنفهم دابا هاد اللغه هادي كون انا غنيتها واعره كنبقى كنغنيها وهي ماشي حتى ما اللغه ما والو هذيك اللغه ديالي انا كدندني وصافي. ولكن من بعد راه بطبيعه الحال دونك انك يعجبك انك تغني بالستيل الغربي كونتي راسك، ودابا تبارك الله اللغه ما بقاش عندك فيها مشكل وكتادي دي كوفر بطريقه احترافيه وجميله جدا، والاداء ديالك راه ما شاء الله، وانا راه مصلح انا كنجد فيك راه كنحزك باش تقدمي لنا شي حاجه نسمعوها. رغبني بصح وانا كنرغب وانا كنمجد باش تغني لنا شي حاجه، سمعي لنا شي حاجه من الاختيار ديالك، شي حاجه غربيه ولا عربيه؟ دينا غربي. الغربي هو الاول وي عاد باش نفاجئوا الجمهور بان راه العربي راه تبارك الله عليك. انا ماجا هي المفاجاه. اوكي من I will always love you by Whitney Houston. تفضلي الكاميرا هي. If I should stay, I would only be in your way. So I am go
will think of you every step the way, and I will always love you. I will always love you. الله الله يا سلام عليك. إحساس جميل وعالي، وكتغني بالهمس، كتأدي بالهمس، ما كيديرها غير اللي تبارك الله عليهم. واخا على ذكر الدراسة، كنتي كديري شعبة القانون بالجامعة، ولكن خليتي القانون ومشيتي للفن. شنو هو السبب اللي خلاك أنك تتبعي الفن وما تكمليش في القانون؟ كل شي محامية ولا شي حاجة؟ لا 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 من دفع على حد من حكم على حد ما فيك لي دفع على شي واحد، دفع على ديال شي واحد. لا دابا دفع على راسك على هذا السؤال، علاش خليتي القانون وتبعتي طريق الفن؟ نجاوبك على نفس السؤال اللي سولتيني في الاول، علاش اخترتي الغناء؟ الراحه في كترتاح وشنو كتبغي والحاجه اللي كتبغيها طبعا فاش كتمشي فيها كتعطي فيها اكثر. نعم. هذه معروفه في اي مجال، لا في القرايه لا في الفن لا في اي حاجه. وفضلت انني نمشي في الغناء لانني طبعا كنبغي الغناء وكنحس براسي. دابا مثلا اذا كنت كملت في المجال ديال القانون وداك الشيء نقدر نفشل غير شي جوج مرات نقول لا صافي انا ما توقفي، انا ما سنينش راه شي تنفشل، صافي خليت كملت الحاجه اللي كنبغي هذه. واخا كطيح وكتنزل وكتطلع وكتعاود وكتفشل عاود كتعاود تنجح مره هكذا مره هكذا، المهم انك ما كتستسلمش في حاجه اللي كتبغيها. وهذا هو السبب. الحمد لله. انا ليا بديتي المسار ديالك الاحترافي في 2017، وحنا مقبلين على 2024 ان شاء الله، راه ما بقى والو، غادي تدخل 2024. ولكن اللي شفت بان انا ليا ما دارت حتى شي عمل ديالها، واش بحكم الانشغال اليومي ديالك تقريبا بالعمل، او لا كاين مشكل في الانتاج، او لا كاين شي سبب اخر؟ علاش ما درتيش شي حاجه ديالك لحد الساعه؟ يمكن حيت انا فاش كيعجبني نعمل شي حاجه كيعجبني نعملها بيرفكت. ما عرفتش واش هذا مشكل ولا ماشي مشكل، ولكن ما كنبغيش نعمل شي حاجه غير على انني غنعملها وصافي. كنبغي نعمل شي حاجه تنكون متاكده منها 100%، وديك الديتاي الصغارين الديتاي ديالو ديتاي يكون كلشي بيرفكت، وعاد نعمل الحاجه. وهذا اللي مخليني معطله واحد شويه. وكاين حتى ماشي مشاكل اخرين طبعا في الانتاج والتصوير ومهم كيخصو بزاف. كنحاول حتى نلقى الناس اللي غيفهموا انا شنو باغيه باش نخدم معاهم، وباش نبدا الحاجه اللي باغيه انا نعملها 100% باش نكون مقتنعه بديك العمل، باش حتى اذا ما نجح شي ولا شي حاجه ما نعرف ما ولكن واش كاين شي مشروع ديال شي عمل فني كتوجدي له قريب؟ كاين ان شاء الله كاين، ولكن غير هو باقي شويه ديال الوقت وصافي. كيف ما قلت لك كنبغي الحاجه تكون مقدمه 100% مضبوطه 100% عاد باش ايوا ان شاء الله. حنا نحن ننتظر، وانا انتظر معك. ايوا لا ما تخليش نتسناو بزاف، عيطوا لنا نزعفوا دغيا نغضبوا. لا صافي ما نقدرش نعرف، تبارك الله صوت جميل، خصنا نشوفوا شي. ربي يخليك. لا ان شاء الله يا ربي كنوعدكم ان شاء الله. وغادي يكون بالانجلي ولا بالعربيه؟ لا بالعربيه. بالعربيه ايوا نكون عربيه سي الغربي بوسيبل، ولكن ضروري دارجه المغربيه ديالنا دارجه. الوغ هنا اللي تعرفنا على من خلال برنامج ستارليت كتغني الاغنيه الغربيه بواحد الاتقان بواحد الاحترافيه. ليكن في علمكم ان هنا اللي تتقن اداء الاغنيه الشرقيه والعربيه بصفه عامه. وانا غنطلب منها دابا تسمعنا شي حاجه. يلا سمعينا شي حاجه. يا لهويتي يا لهويتي كنت قلتي هذه من قبل نوجد راسي بعدا انا بنبقى انا صافي خصني نزرب عليك. يلا قدي شي بقيطه دابا. شنو غنغني لكم بالعربيه؟ بتونس بك حتى غنيتيها. كنتي غنيتيها؟ لا كنفضل نغني شي حاجه لام كلثوم. يلا يا سلام. الله فيها سير المقطع اللي كترتاحي فيه وكتدني بيه طمال دفا. نسيت النوم واحلامه ترن،
قسيت ليالي وأيام بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك ما ليش غير الدموع أحبك ما هبعيش بعيد عنك غلبني الشوق وغلبني غلبني غلبني وليل البعد دوبني 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 ومهما البعد حيرني الله ومهما صار صهرني بارك الله عليك يا سلام ربي يخليك راه مريطه في خبار وضربك البرد ولكن ما نتفكش انا معك جيتي بين يدي ونطلقك ما يمكنش تبارك الله عليك فريمون ما شاء الله عليك تبارك الله عليك هنا اي فنان يعني في البدايه ديالو كيكون دائما متاثر بواحد المدرسه شكون هما الفنانين اللي اثروا في هنا الفنانين المعروفين سواء مغاربه ولا مشارقه ولا غربيين اللي كنتي كتحماقي عليهم وكيعجبوك كتبغي تقلديهم كتروف المسار الفني ديالك في الاول وي ملي لو ديبي ديالك وي في الاول اليومين هذاك اللي كيبقى مازال مازال دابا والله مازال دابا تاثرين بهم من دابا الصراحه اللي كيعجبوني كاين بزاف طبعا واخا ما كاين واحد ربعه ولا خمسه اللي زعما في التوب وي ولكن كيبقى المفضله ديالك اول وحده زعما نقول لك اديل هي باش في الاول بديت كان الاغاني ديالها كانوا كيعجبوني ولكن اللي بقاو من شحال هادي دابا هي زغالا لارسون واريانا غراندي وشويه دو ويكند هادو ثلاثه في التوب توب توب اللي كيعجبوني بزاف واللي نقدر نقول لك زعما كيعجبني نغني الاغاني ديالهم زعما ابار انا فان ديالهم كاملين ولكن زعما التصنيف عطيتهم لك ويتني هيوستن طبعا سيلين ديوم مدرسه هذيك ويتني هيوستن سيلين ديوم مدارس هذوك مدارس تبارك نعم وتبارك الله راه مشيتي غير للطوب والعربيه ام كلثوم وبالضبط شيماء الشايب اللي كانت كتعاود الاغاني ديال ام كلثوم هي الصراحه باش بدات كتعجبني انا قرباتك لها اكثر قرباتك لها اكثر الاداء ديالها كنعرف ام كلثوم اداءها جميل اداءها جميل شيماء وي كتقربك من الاغنيه ديال ام كلثوم اكثر واكثر واخا هنا ليا اي فنان يعني ملي كيبدا المسار ديالو الا وكيكون شي حد اللي مساندو ومعاونو وشاد ليه بيدو شكون الناس اللي عاونوا هناليا وبغات تقول لهم شكرا من خلال البرنامج غوندي بو دي زارتيست اول واحد بعدا بغيت نقول شكرا هي انا شكرا هناليا شكرا شكرا جزيلا شكرا راسو شكرا راسو على الناس من هنا سلم علينا كاملين سلم عليك الوغ شكون اللي بغيت اللي عاونك لا بصح انا والله انا بعدا هي الاوليه قاتلتي مع راسك بوحدك معاونك حد مع راسي ومع بزاف الناس معاونك حد لا بديت بغيت نبدا من راسي بعدا هي الاوليه وثاني وحده هي ماما اللي جات معايا طبعا هي كنقدم لها تحيه كبيره جات معاك مسكينه هي كتساندني ديما فاش كنكون ماشي شي بلاصه كتمشي معايا تختار معايا شنو غنلبس بعض المرات كتقاد لي هي شنو غنلبس شتا تقبيله مني كنتي كتوجدي راسك كتعطيك هذه تلبسي هذه بعض المرات كاع هي اللي هي اللي كتخيط لي الحاجات اللي كنبغي نلبسهم حيت بعض المرات ما كنجبرش شي حاجه كاينه في السوق هنايا شي حاجه شي ستيل ديالي كيكون انا باغيه وما كنجبرش شنو بغيت كتحطولك هي كتصاوبولي و ديجا هادي يعني بصوا الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه مدام تبارك الله عليك تبارك الله عليك شنو اخر ماما دونك هي اللي عاوناتك منذ البدايه ديالك لدابا لدابا وما كاين ما احسن منها ما كاين ما احسن منها بغيت حد حتى انا بغيتها غير هي بركه عليك الله يطول لك العمر الله يطول لك العمر الله يخليها لك وتاتي الله يخليك ليها وتبارك الله عليك هنا ليا حوار جميل شيق معك داز دغيا داكشي اللي كنشوف واش صافي سالينا
اختي هادشي اللي عطاو هنا واحد شويه بغيت نبقاو نزيدو حلقه اخرى مرحبا ما كاين حتى مشكل. شوف دابا انا غنطلب من انا كيتوجد لنا الاغنيه ديالك باش نصادفوك مره اخرى والحلقه ما غاديش فيها 30 دقيقه ندير فيها ساعه ديال المقاله ياك يعني غادي السيمانه اللي جايه غتكون واجده صافي باش تجي عندي مره اخرى باش نجي مره اخرى. مرحبا والف مرحبا كنشكرك بزاف انك يعني جيتي من طنجه ورا الطرق راه ماشي يعني كومم الانسان كيجي وجاي من مدينه بعيده ماشي سهله من جيتي باش تدوزي معنا في البرنامج. شكرا بزاف لقبول الدعوه وكنتمنى لك مسار فني موفق ان شاء الله. بغينا قبل ما نختموا بغينا كلمه لكل متتبعين ديال هاناليا. الكاميرا قدامك. اول حاجه بعدا كنبغي نشكرك كنشكرك معاهم على الاستضافه وعلى الكلمات الغزالين اللي قلتيهم كاملين. ثاني حاجه الجمهور الغزال حتى هو شكرا بزاف على المتابعه ديالكم وكنوعدكم ان شاء الله في اقرب وقت كنحاول يكون في اقرب وقت جديد ديالي ان شاء الله تكون اول اغنيه. ما عرفتش صراحه واش يكون فيها فيديو كليب. نعمل فيها فيديو كليب ولا لا؟ اجي صوري عندنا نفس الاستوديو كنصوروا نفس الاستوديو لي فيديو كليب. صور يلا هاي الدعوه عندك تصوروا لي فيديو كليب. صافي هادشي اللي كاين. شكرا بزاف كنتمنى نكونوا زعما كنا خفافين على القلوب ديالكم وكنبغيكم كاملين. احنا كنبغيوك هاناليا وحنا ننتظر دائما الجديد ديالك يكون عما قريب ان شاء الله. مشاهدي لودي جي ميديا كنشكركم مره اخرى على حسن المتابعه وباسمكم كنشكر الضيفه ديالنا هاناليا وكنتمنوا لها مسار فني موفق. باسمكم كاملين كنشكر الطاقم التقني والفني للبرنامج. نعيمه ام لدين كتقول لكم تبارك الله عليكم.